أخبار اليوم. أولا إحنا محتاجين ندعم السياحة عندنا، وأدي أهو ناس رايحة وناس جاية وبتجري في الشوارع على فكرة، يعني مفيش أي حاجة، مفيش أي قلق، الدنيا كويسة جدا، أمان جدا على فكرة. دي أنا خامس مرة أجي فترة قريبة جدا، باجي شرم الشيخ وبروح الأقصر وبروح كل ده، عشان أنا كل ده بروح أقول لهم يا جماعة مفيش مشكلة، الأمان موجود، إحنا موجودين أهو، مفيش أي حاجة، مفيش أي قلق. التفتيش كان جامد جدا وإحنا جايين، وأنا برضو بنادي المصريين أو العرب أو إن كان، إحنا بنقعد نقلع الجزم بره والحزمة بره في الأمن كويس، نساعد بقى أمن بلدنا وما نعترضش على الحاجات اللي المفروض بنعملها. أنا أول واحدة رحت أقلع لما قالوا لي الجزمة، رحت أقلع الجزمة وحطها، ده الحق، ما إحنا بنعملها بره ولا بره مجبرين وهنا نقول لأ؟ فده بس أنا بس الحتة دي عشان بلاقي بعض المصريين اعترضوا على حتة إن إحنا إزاي نتفتش بالطريقة دي. لا، أنت بتتفتش عشان أمانك، أنت أمانك أنت أول واحد. وعايز اقول لك الحادثه الاخرانيه اللي حصلت بتاعه الطياره دي، طلع ما عندوش حزام ناسف، يعني هو ما عرفش يطلع بحاجه، طلع حزام عادي طبي. طبي. لك اللي عايز اقوله طبعا لازم الطيار كان يحترس، لان طبعا فيهاش هزار، ارواح ناس معاه، لكن انا بتكلم على انه هو ما عرفش ينفد بحاجه فيها تضر. فده اللي عايز اقوله، ان احنا اهو الامن اهو موجود، يعني حتى الحادثه دي ما تاثرش علينا بحاجه، بالعكس توري انه هو حاول انه يطلع بحاجه ما عرفش، فعشان كده عارف انه مش هيعرف فطلع بحاجه اي كلام تبان انها حزام ناسف. فاللي عايز اقوله احنا بيحاولوا بكل السبل لتكسير وهدم، تشويه وهدم وكل حاجه في الدنيا، هم متغاظين ان مصر وقفت على رجليها وبتقف على رجليها. وحقيقي انا بشكر برضو طبعا سياده الرئيس بتاعنا اللي بيلف في كل حته ما بيقعدش الصراحه، وقاعد كمان بيحاول يحل مشاكل البلد ويحارب داخلي وخارجي. انا بس عايزه اقول للناس ما تستعجلوش، هو معهوش عصا سحريه، هو مش بكره الصبح كل حاجه هتتعمل، لا، احنا طالعين من ازمه جامده جدا، طالعين من مصايب جامدة، والبلد كانت خلاص يعني انتهت. فاحنا بنقوم تاني، عارف الطفل لما بيتولد عمره ما هياكل اول ما يتولد، بياكل بعد اربع خمس ست شهور طبعا بالنسبه للطفل، لكن احنا هنحتاج سنتين ثلاثه عشان نقدر نقول نبتدي نحس ان احنا اتحسنا. فما فيش استعجال، انا عارفه ان ظروف الناس صعبه، واحنا اول ناس ظروفنا صعبه، احنا نص اجور وبناخد وبناخدش ونتاخر فلوس، يعني احنا تعبانين برضو، بس كلنا تعبانين، بس كلنا بس عشان خاطر مصر لازم كلنا نستحمل. فبقول ان كل المصريين اللي بيجوا لازم يجوا ويحضروا، ويجوا هنا شرم الشيخ ويحافظوا على شرم الشيخ، ودي حته مهمه جدا، يعني انا في الفندق احافظ على الاوضه اللي انا فيها، احافظ على الاوتيل نفسه، لان الناس مش مستحمله حتى تصلح، خلاص ظروفهم مش حلوه، احنا بنساعدهم. دي النقطه. النقطه الثانيه اللي انا بقول فيها برضو، احنا عاملين باكج قليل قوي بيضر اصحاب الفنادق، يعني النهارده لما بيجي فوق من مصر مصريين او عرب باسعار الرخيصه قوي دي ما بتغطيش المصاريف بتاعه العميل اللي جه. فانا بقول برضو يعني نوعا ما نرفع شويه المبالغ دي عشان يبقى هم ما يتضروش، على الاقل ما يتضروش، مش لازم يكسبوا بس ما يتضروش، لان هم حقيقي اي ناس عايشه هنا محتاجه جدا ان احنا نساعدهم، مش نقف يعني نتعبهم اكتر. بص عايز اقول لك احنا لازم نشتغل جامد قوي، احنا لازم نموت نفسنا، واخد بالك؟ ومش بس في يعني في كل حاجه. انا هو مش باجي هنا عشان مش شيخ، كنت في الاقصر من فتره وكنت في اسوان قبلها، وكنت انا بعمل اللي اقدر عليه، انا عارفه ان انا وجهه اعلاميه، اقدر اتكلم، اقدر اعمل، ما كان عندي برنامج عنبر ستات نزلت بيه، نزلت بيه في الحاجات دي، مع ان ده مش موضوع البرنامج، بس انا قلت اساعد السياحه. كل واحد فينا يعمل دور ويعمله باخلاص وحب، والله المصريين جدعان جدا وجامدين وفرعنا، عايزه اقول لك يعني لا يقهروا. انا لما جاء ايام السودة، مش عايزه اقول اسمهم، اخواننا البعده ما كانوا موجودين، واخد بالك؟ اللي عايزه اقوله إيه؟ انا قلت جمله، قلت الاستعمار الفرنسي دخل مصر وخرج بيتكلم عربي، الاستعمار الانجليزي دخل مصر وخرج بيتكلم عربي. اللي عايزه اقوله مش احنا اللي غيرنا لغتنا، احنا صعب، احنا مش سهل قهرنا، والحمد لله عندنا جيش قوي حامي البلد جامد، واحنا لولاه احنا كان زماننا ضايعين، ضعنا. احنا لو نبص حوالينا نحمد ربنا على اللي احنا فيه، ونقول معلش فتره وهتعدي، بس هتعدي بايدينا في ايدين بعض، بشغلنا، بمجهوداتنا، باستحمالنا الظروف اللي بتحصل.
بالظبط. لا لا يلا يا نفسي دلوقتي خالص، انا ما اجيش اقول مثلا انا عايزه زياده، زياده فين في الوقت الراجل منتج مش لاقي ياكل دلوقتي وظروفه وحشه يا دوبك بنتك بالعافيه، اقول له هات لي زياده، ما مش هينفع. كل حاجه ليها وقتها، هيجي الوقت اللي هيبقى فيه زياده وهيجي الوقت اللي الناس كلها هتكسب فيه كويس. انا عارفه ان مصر ماشيه في اتجاه حلو، بس هو الاتجاه ده احنا في عنق زجاجه دلوقتي، عنق زجاجه ضيق جدا بنحاول نفتحه حبه حبه، فالصبر الصبر وكل حاجه هتبقى كويسه.